بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب العيدين الترجمة الثانية، باب الحراب والدرق يوم العيد. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد قال، قلنا الراجح أنه أحمد بن صالح وقيل أحمد بن عيسى، قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا عمرو وابن الحارث المصري أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة أي بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كما سيأتي غش وجهه يعني غطى وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرض يعني عن هذا له. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل أي النبي صلى الله عليه وسلم غمستهما فخرجتا. حديث ثاني قال: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان، في بعض روايات الحبشة يعني، بالدرق والحراب. الدرق اللي هي الترس، والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خده على خدي على خده صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. وصلنا إلى قوله: فاضطجع على الفراش. في رواية الزهري المذكورة أنه تغشى يعني تغطى بثوبه، وفي رواية مسلم تسجى أي التف بثوبه صلى الله عليه وسلم. قول: وجاء أبو بكر في رواية هشام بن عروة في الباب الذي بعده: دخل علي أبو بكر وكأنه جاء زائرا لها بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. قوله: فانتهرني في رواية الزهري فانتهرهما يعني الجريتين، ويجمع أنه شرك بينهم في الانتهار، أو أنه انتهر الجريتين وانتهر عائشة. أما عائشة فلتقريرها، وأما الجاريتان فلفعلهما. والجاريتان يعني طفلتان يعني. قول: مزمارة الشيطان، مزمارة بكسر الميم يعني الغناء أو الدف، لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير، وهو الصوت الذي له الصفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها، وإضافته إلى الشيطان من جهة أنها تلهي فقد تشغل القلب على الذكر. وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد فقال: يا عباد الله، أبي مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القرطبي: المزمور الصوت، ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكر. وضبطه عياض بضم الميم مزمور، وحكى فتحها أو حكي فتحها مزمور أو مزمور. قوله: فأقبل عليه في رواية الزهري فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وفي رواية فليح فكشف رأسه، وقد تقدم أنه كان ملتفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقال: دعهما. زاد في رواية هشام: يا أبو بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نفسه أعرض يعني ولى ظهره وتغشى بثوبه وما أنصت، وأن هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحب أن يبين يعني أن في يوم العيد في يعني فسحة في اللهو المباح. فقال: دعهما. زاد في رواية هشام: أبو بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ففي تعليل الأمر بتركهما. ولذلك يعني كان ذكر الشيخ الألباني أن الضرب الدف يعني في العيد وفي العرس يعني بالنسبة للنساء، ودف ما يكون فيه يعني اللي هو الصاج اللي هو يحدث يعني صوتا يعني علينا، وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه،
يعني أبو بكر رضي الله عنه ظن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، وأن يعني عائشة رضي الله عنها رضيت بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يلتفت، يعني لم يسمع ذلك، ولو سمع لأنكر. فيقول وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلت ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم، لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما، فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء والله، فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مستندا إلى ما ظهر له، فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد، أي يوم سرور شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس. وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال كيف ساغ الصديق إنكار شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلف جوابا لا يخفى تعسفه، وفي قوله لكل قوم أي من الطوائف أقولوا عيد، أي كالنيروز والمهرجان، وفي النسائي وابن حبان بإسناد صحيح عن أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى، واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم أو تهنئتهم طبعا بالعيد أو إهداء هدية لهم بمناسبة عيدهم، لأن الأعياد من شعائر الدين يعني، فكونك تهنئه كأنك تقر على دينه أو تهدي له هدية بمناسبة عيده. وبلغ الشيخ أبو الحفص الكبير النسفي من الحنفية فقال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى. طبعا هذا النوع من المبالغة يعني، وليس يعني طبعا يعني كفر مخرجة من الملة يعني. واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها وليستا بمغنيتين، يعني لم تكن هذه وظيفة يعني لهما، فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ، ما أثبته لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة اللي هي الصاد على الحداء، ولا يسمى فعله مغنيا، وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح، يعني كالغناء الموجود الآن. قال القرطبي قولها ليست بمغنيتين أي ليست ممن يعرف الغناء كما يعرف المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، فلا يكون في هذا دليل على إباحة الغناء اللي كله يعني حتى لو كان بدون موسيقى، لأن الموسيقى يعني حرام يعني قولا واحدا يعني، ولكن يعني حتى الغناء يعني في كلمات فيها فحش وفيها بذاء وتهيج للشهوات، يقول الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، وهذا النوع إذا كان في شعر في وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه. قال وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية كأنه يقول مباح يعني، لكن النفوس الشهوانية غلب على كثير ممن ينسب يعني إلى الخير، حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان، حتى رخصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح يعني بهم بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال. ويسمى التغبير عند الصوفية يعني اللي هو الإنشاد، يعني الصوفية لو قرأت عليهم القرآن من أوله إلى آخره لا يتحركون، لو قرأت عليهم بيتا من الشعر أو حكاية مكذوبة يتواجدون ويتراخصون. وطبعا الإنسان لو التمس يعني سلامة قلبه يعني في الشعر أو في الأكاذيب فلا يتأثر قلبه بالكتاب والسنة. يقول وانتهى التواقح بقول منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذلك يثمر سنية الأحوال، يعني حتى يعني بعضهم يعني إيه يتكلم بكلام يعني في كفر يعني صريح، يعني كما قال أبو يزيد بسطام ما في الجب إلا الله، ويعتذرون عنه يقول أنه كان في حالة سكر، يعني كأن العيد تواجد والرقص وسماع الإنشاد بتغيب عقولهم فيهرفون بما لا يعرفون. يقول أن ذلك يثمر سنية الأحوال، وهذا على التحقيق من أثار الزندقة وقول أهل المخرقة والله المستعان. يقول وينبغي أن يعكس مراده ما يقرأ سيء عوض النون،
سني بدل سني الأحوال يعني سيء الأحوال، عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز مثنى تحتانية ثقيلة مشددة. وأما الآلات فسيئة الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة في الجزء العاشر تقريبا، وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها، وده طبعا الراجح يعني، وحكى بعضهم عكسه، وسنذكر بين شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى. ولا يلزم إباحة الضرب بالدف في العصر ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه، يعني لو رخص في الدف مثلا في العرس أو في العيد لا يرخص يعني في الأشياء الأخرى، كما سأذكر ذلك في وليمة العرس إن شاء الله تعالى. وأما التفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دل على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره، إذ لا يقر على باطل. وطبعا يكون هذا يعني هو أقر بالنسبة للعائشة مع الجريتين يعني، لا يكون هذا من يعني من عادة الرجال أن واحد يضرب بالدف أو يعني الفرق اللي يقول عنها إسلامية يعني مع الرجال يعني، فهذا خاص بالنساء يعني نساء والأطفال. والأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل والله أعلم. يقول في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسع على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى طبعا بالنسبة للرجال والأهل الخير والصلاة. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة، وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج، إذ التأديب وظيفة الأباء والعطف مشروع من الأزواج للنساء، يعني كأن الأب هو الذي يعني يربي ويؤدب البنت، والزوج يعني يكون فيه تلطف يعني. وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. وفي أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره، يعني ده مش سوء أدب مع الشيخ أن يجي تلميذ يجد شيء يظن منكر فينكره بحضرة الشيخ، فليس هذا من سوء الأدب مع الشيخ، ولا يكون في ذلك افتئات يعني تعدي على شيخه، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه. وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، يعني أبو بكر يعني أنكر لعلمه يعني من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو من شرعه أن هذا منكر، ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة. وفي قول عائشة في آخر هذا الحديث فلما غفل غمستهما فخرجتا، دلالة على أنها مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما، واقتنعوها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منه والله أعلم. واستدل بها على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة، لأن صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره، واستمرت إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج، ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك والله أعلم. قول وكان يوم عيد، هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم، يعني دي قصة مختلفة، يعني قصة الجريتين مختلفة عن قصة الإيه لاعب السودان أو الحبشة بالحراب يعني في المسجد، فيقول هذا حديث يعني آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم. وقد تقدم هذا الحديث الثاني من وجه آخر عن زهري عن عروة في أبواب المساجد، وقع عند الجوزقي في حديث الباب هنا، وقالت أي عائشة كان يوم عيد، فتبين بهذا أنه موصول كالأول. قوله يلعب فيه السودان في رواية زهري المذكورة والحبشة يلعبون في المسجد، وزاد في رواية معلقة يعني محذوفة بداية السند وصلاها مسلم بحرابهم، ولمسلم رواية هشام عن أبيه هشام بن عروة جاء حبش يلعبون في المسجد. قال المحب الطبري هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيد، وقع في رواية ابن حبان لما قدم وفد الحبش قاموا يلعبون في المسجد، وهذا يشعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم، ولا تنافي بينهما الاحتمال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد
وكان من عادتهم اللعب في الأعياد ففعلوا ذلك كعادتهم، ثم صاروا يلعبون يوم كل عيد. ويؤيد ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعب الحبشة فرحا بذلك لعبوا بحرابهم. ولا شك أن يوم قدومه صلى الله عليه وسلم يعني كان عندهم أعظم من يوم العيد. وقال زيد بن نير سماه لاعبا وإن كان أصله التدرب على الحرب، ومن الجد لما فيه من شبه اللعب، ولكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله يهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو ابنه. قوله: فإما سألت، يعني إما أن عائشة طلبت نفسها أو النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، هذا تردد منها فيما كان وقع له، هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منها، وهذا بناء على أنها سألت بسكون اللام على أنه كلامها، ويحتمل أن يكون بفتح اللام فيكون كلام الراوي، فلا ينافي مع ذلك قوله وإما قال تشتهين تنظرين، يعني إما يعني الشك من الراوي أو من عائشة رضي الله عنها. وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك، ففي رواية النسائي من طريق يزيد بن رمان عنها: سمعت لغطا وصوت صبيان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبش تزفن أي ترقص والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي فانظري، ففي هذا أنه ابتدأها. وفي رواية عبيد بن عمير عنها عند مسلم أنها قالت للعابين وددت أني أراهم، للعابين يعني وددت أني أراهم، ففي هذا أنها سألت. ويجمع بينهم بأنها التمست منه ذلك فأذن له. في رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها: دخل الحبشة يلعبون فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ قلت نعم. إسناده صحيح، ولم أرى في حديث يعني صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها، قالت ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبة، كذا فيه بالنص، وهو حكاية قول الحبشة والأحمد والسراج وابن حبان من حديث أنس أن الحبشة كانت تزفن يعني ترخص يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بكلام لهم، فقال ما يقولون؟ قال يقولون محمد عبد صالح صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد الصالحين. قول فقامني وراءه خدي على خده، عائشة رضي الله عنها كان سنها 15 سنة تقريبا يعني، أي متلاصقين، وهي جملة حالية بدون واو كما قيل يعني في قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو. في رواية هشام عن أبي عند مسلم فوضعت رأسي على منكبه، المنكب اللي هو ملتقى بين العضد والرقبة. وفي رواية أبي سلمة المذكورة فوضعت ذقني على عاتقي وأسندت وجهي إلى خده. في رواية عبيد بن عمير عنها أنظر بين أذنيه وعاتقي، طبعا هذا صعب يعني، وفي مخطوط الرياض أذنيه وعاتقي ودراجة يعني. يقول معانيها متقاربة، رواية أبي سلمة أبينها. في رواية الزهري الأتية بعد عن عروة فيسترني وأنا أنظر، وقد تقدم في أبواب المساجد بلفظ يسترني بردائه، ويتعقب به على الزين بن منير في استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر به من زوج أو ذي محرم إذا قام ذلك مقام الرداء، لأن القصة واحدة وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء. قوله هو يقول دونكم بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء، والمغرى به محذوف وهو لعبهم بالحراب، وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط. يا بني أرفلة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء، أرفدة أو أرفدة وقد تفتح، وقيل هو لقب للحبشة بني أرفدة، وقيل هو اسم جنس لهم، وقيل اسم جدهم الأكبر، وقيل معنى يا بني الإماء. زاد في رواية الزهري عن عروة فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنا بني أرفدة. وبين الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة، طبعا سعيد بن مسيب عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال: ف
فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر وسيأتي في الجهاد. وزاد أبو عوانة في صحيح فإنهم بنو أرفدة، كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم، وهو من الأمور مباحة فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب، فيقتصر على ما ورد فيه النص. انتهى. وروى السراج من طريق أبي زناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنفية سمحة. هذا يشعر بعدم التخصيص، وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم جواز وجه الجواز فيما كان هذا سبيله، كما سيأتي تقريره، أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم. قول: حتى إذا مللت، بكسر اللام الأولى، وفي رواية الزهري: حتى أكون أنا الذي أسأم، ولمسلم طريقه: ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف. في رواية زيد بن رمان عند النسائي: أما شبعتي؟ أما شبعتي؟ قالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. يعني هو يعني كانت تريد أن تنظر يعني منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وله في رواية أبي سلم عنها: قلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك. قلت: لا تعجل. قالت: ما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. وزاد في النكاح من رواية الزهري: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. وقولها: اقدروا بضم الدال من التقدير، ويجوز كسرها اقدروا، وأشارت بذلك إلى أنها كانت حينئذ شابة، وقد تمسك به من ادعى نسخ هذا الحكم، وأنه كان في أول الإسلام، كما تقدمت حكايته في أبواب المساجد. ورد بأن قولها: يسترني بردائه، دل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب. وكذا قولها: أحببت أن يبلغ النساء مقامي له، مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر عليهن. فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها، وقد تقدم رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة، وكان خدوم سنة 7، فيكون عمرها يعني 15 سنة. وقد تقدم في أبواب المساجد شيء نحو هذا، والجواب عنه واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. قال عياض: فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب، لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك. ومن تراجم البخاري عليه باب نظر المرأة إلى الحبشي ونحوهم من غير ريبة، من غير فتنة. وقال النووي: أما النظر بشهوة عند خشية الفتنة فحرام اتفاقا، لا تنظر إلى الرجال بشهوة أو مع خشية الفتنة، أما بغير شهوة فالأصح أنه محرم. يعني أيضا قال وأجاب عن هذا الحديث أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة، وقال أن هذا مرجوح، وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه. قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بالحراب لا إلى وجوههم، تنظر إلى اللعب نفسه ليس إلى وجه الرجال وأبدانهم، وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال. انتهى. وقد تقدمت بقية فوائده في أبواب المساجد، وسيأتي بعد 6 أبواب وجه الجمع بين ترجمة البخاري هذا الباب والباب الآتي هناك، حيث قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.